أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك وعلى السبايا من أهلك وذراريك. صلى الله عليك وعلى ابن أخيك القاسم بن الحسن يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا دوحة المجد من فهر ومن مضري، قد جف ماء الصبا من غصنك النظري. يا درة غادرت أصدافها فعلت ثمنا عن سائر الدرر. يا نجعة الحيين هاشم والندى وحمارين العلا والسؤدد. لفي على القاسم بن الحسين مخضر عوده ما دب شاربه حتى قضى القدر الجاري على البشر. إن يبكي عمه حزنا لمصرعه فما بكى قمر إلا على قمر قد غاء مرهفه الأسدي بسيفه. قد غال رأسه الأزدي بمرهفه فيا نجوم السماء من بعده انتذري. يا مرمل مذرأته رملة صرخت. يا نور عيني يا ضياء بصره بني تقضي على شاط الفرات ضمن. والماء أشربه صفو بلا كدر. بني في لوعة خلفت والدة يبتا عين جوم الليل بالسهر. يمدل العمامك يلي بيك الخير. يما يمدل العمامك يلي بيك الخير. يا ابني هم عودتك ترجع علي.
يما هم بالحلم زين ويد الدير على رقبتك وقبل وجنتك واشتم لا يا جن يا ابني الحلم يجيب النوم وانا النوم حالف عنا من اليوم أبات الليل سهرة أنا بقلب ماله يا يوم خلي اللي تريد تنوح تتعلم إنا لله وإنا إليه راجعون. قال رسول الله صلى الله عليه وآله الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا، لتعجيل فرج إمامنا صاحب العصر والزمان، صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. رسول الله صلى الله عليه وآله في هذا المقطع ذكر الحسن والحسين عليهما السلام ونسب إليهما القيام والقعود. والحسن والحسين فرسي رهان رسول الله صلى الله عليه وآله، هم نور واحد ونورهم من نور رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين وفاطمة الزهراء عليهما السلام، وهو نور الله الأعظم. ثم إنه لم ينسب القيام مثلا إلى الحسن والقعود إلى الحسين أو بالعكس، يعني ما قال الحسن والحسين إمامان إن قام أحدهما أو قعد الآخر، بل نسب القيام أي الحرب والقعود لهما أي السلم. طبيعي كما جاء إن لكل نبي أو وصي فرعون في زمانه، والحسن والحسين ليس بدعا من رسول الله صلى الله عليه وآله ولا من أمير المؤمنين ولا من الأنبياء والأوصياء، وإن كانوا هم سادة البشر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين والزهراء. الحسن عليه السلام هو إمام الزمان في ذلك الوقت بعد استشهاد أبيه، فيجب على الحسين أن يطيع إمام زمانه. هذا الإمام المظلوم حقيقة، الإمام الحسن مظلوم، مظلوم من الخاصة من أتباع أهل البيت، وأشد ظلامة من العامة، يعني العامة ظلموه ظلامة شديدة، لكن الخاصة أيضا ظلموه. الحسن بأبي وأمي يذكر في السنة مرة، يعني في السابع من صفر. هذا الإمام المظلوم خصوصا في حياته وبعد مماته، هو كما قلنا ليس بدعا من رسول الله وأبيه، لأن محطة حساسة في حياة الإمام وهي محطة الصلح، هذه المحطة التي أخذ الرد والشد فيها. لكن قبله لو نظرنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله
كذلك صالح المشركين في اللي يقول عنها القرآن وفتحنا لك فتحا مبينا. هاي ما جاءت في فتح مكة، إنما في صلح الحديبية لما صالح المشركين واتفقوا على نقاط وضمانات، وهو يعلم صلى الله عليه وآله أن هؤلاء سينقضون العهد والميثاق، ثم يتسنى له أن يدخل مكة فاتحا. هذا صلح الحديبية اللي بيها أرادوا أن يغتالوا رسول الله صلى الله عليه وآله في عقبة أويس، أرادوا أن يلقوا بناقته وبه من على العقبة، وهموا بما لم ينالوه. هذا رسول الله. أمير المؤمنين كذلك لما اضطر إلى التحكيم، آخر المجتمع اللي عاش فيه أمير المؤمنين، ونحن نكرر هذه الأيام حتى نأخذ منها الشيء الوافر، المجتمع اللي عاش فيه أمير المؤمنين هذا ما عاصر عهد النبوة، ولا يعرف علي منه فلان منه اللي كانوا ضمن دائرة رسول الله صلى الله عليه وآله. جرى ما جرى في صفين، ولكن رفعوا المصاحف على الرماح وأجبروا الإمام عليه السلام على الصلح والتحكيم. اللي لما أرسل إلى مالك الأشتر رضوان الله عليه، اللي يقول في حق الإمام كان لي مالك كما كنت لرسول الله صلى الله عليه وآله، قال يا مالك ارجع. جاء الرسول إلى مالك رضوان الله عليه، قال له يقول لك أمير المؤمنين أن ترجع، قال قل له إنما هي عدوة فرس أأتي برأس الفتنة إليك. رجع أخبره أمير المؤمنين، قال قل لمالك هؤلاء يريدون قتلي. جيش الإمام نفسه رفعوا السيوف، قالوا إن لم تقبل التحكيم قتلنا كما قتلنا عثمان. رضخ إلى الأمر. زين منو يحكم؟ هو رشح ابن عباس، لكن أكو طابور خامس في جيش الإمام، رشحوا أبو موسى، وأبو موسى يعني له سابقة مع الإمام، يعني الإمام ضربه مرتين، وخطه يختلف عن خط أمير المؤمنين، وجرى الذي جرى. الحسن عليه السلام كذلك. هاي المحطة الحساسة من حياة الإمام، وهي صلحه مع حاكم الشام، يعني هي ليست كما يتوهم البعض بأنهم صاروا قلبا واحد خطا واحد، لا لا، يعني الإمام عليه السلام سلم معاوية الحكم ورفع عنه القضاء والفتية أو الفتوى، أما الإمامة لم يسلم. هي الإمامة مو بشأن، يعني مو كيف الإمام الحسن أو غيره، هذه من السماء منصوص عليها. الإمام الحسن إمام قبل أن يولد، ألم ينص النبي صلى الله عليه وآله على الأئمة
من الحسن إلى المهدي عجل الله فرجه الشريف بأسمائهم وألقابهم قبل أن يولدوا. جيش الإمام كان 120,000. جاء معاوية 76,000. هذا متى؟ بعد استشهاد أمير المؤمنين، لما انقضى أسبوع قام بأبي وأمي وخطب بالناس ودعاهم إلى الجهاد، لأن أمير المؤمنين عليه السلام يقول نوف البكالي. صعد علي عليه السلام إلى المنبر وقال الجهاد الجهاد عباد الله، من أراد منكم الرواح فليذهب معي. يقول فما دارت الجمعة حتى عممه ابن ملجم بسيفه على رأسه، فصرنا كأغنام ذهب عنها راعيها. بقى أسبوع، صعد الإمام الحسن بعد استشهاده واستمر بهذا الخط ودعا الناس للجهاد. اجتمع معه 20,000 بمن حضر. يقول الإمام الباقر عليه السلام، يعني حتى تعرف المجتمع، لخالد الكابولي: إن جدي علي عليه السلام قاتل معكم في صفين ولم يكن، يعني في جيش الإمام، 40. تخيل 40 شخص، أنا ما أدري كم واحد قاعد هنا، هل يوصلون 40 أو لا ما أدري يعني، لكن إذا 40 أو أكثر يعني أقل من هذا العدد يعرفونه حق معرفة. قيل وما حق معرفته؟ قال إنه إمام مفترض الطاعة، يعني منصوص من عند الله تعالى. هذا المعنى ما يفهمونه. خرجوا بأنه الحاكم وعصبية وخرجوا معه. هؤلاء ما نستطيع أن نقول عراقيين، لا لا، هؤلاء من اليمن ومن الحجاز ومن البحرين وسيف الخليج ومن الموالي مضر الحمراء والساسانيين وغيرهم. تدري الكوفة فيها أشكال، كان مجتمعا معقدا جدا، فيها الزبيريين، فيها الأمويين، فيها العلويين، لكن بقلة، وفيها 70 دير يعني المسيح، وفيها اليهود، وفيها وفيها. هذا حضر بمن معه. الإمام خرج، عسكر في النخيلة، ثم التحق به جميع من حضر حتى اكتملوا، ثم التقى مع حاكم الشام وجيشه في مسكن قريب بغداد، وين قبر إبراهيم ابن مالك الأشتر، هناك رضوان الله تعالى عليه. لما بدأ القتال، الإمام الحسن عليه السلام أرسل رجل من كندة 4,000. لما وصل إلى الطرف المقابل اشتراه الحاكم بالمال فانضم إليه. أرسل رجل من مراد ومعه 4,000 أيضا، أغراهم بالأموال واشتراهم الطرف المقابل. ومع الأسف الشديد أن عبيد الله بن العباس، هذا الرجل خان الإمام، ترى على فكرة عبيد الله بن العباس بنت أمامة
تصير زوجة أبي الفضل العباس، وعنده ولد اسمه أيضا عبيد الله ابن العباس ابن علي ابن أبي طالب. هذا الرجل مع الأسف خان الإمام الحسن، اشتراه معاوية بألف ألف، يعني تعبيرنا اليوم مليون. أرسل إليه مثل ما يقولون عربون، نصف مليون، 500,000 درهم، ومعها رسالة: إذا التحق به وبكتيبته 4,000 معه يعطيه الباقي. ما أصبح الصباح إلا ومع الحسن إلا كم؟ 2,000، وفي بعض الروايات 4,000. زين، الآن الإمام الحسن عليه السلام 2,000 مقابل 90,000، ماذا يصنع؟ ثاني شيء، الطرف المقابل آخر هسه الناس شو تقول؟ تقول إن الحسن مزاجه يختلف عن مزاج الحسين، الحسين كأبيه والحسن كجده رسول الله، يحب السلم والقعود، لكن الحسين كأبيه أمير المؤمنين حباب للدم وللحرب. واختلقوا قصة في ولادة الحسن، يعني هاي نقطة، لما ولد الإمام الحسن عليه السلام، يعني هاي نقطة نستشهد فيها، أنهم قالوا سماه أمير المؤمنين حربا، فجاء إلى رسول الله قال: هل أطلقت عليه اسم؟ قال: نعم. قال: ماذا؟ قال: حرب. قال: لا أحب هذا الاسم. إذن سمه يا رسول الله. قال: أنتظر أمر السماء. فجاء جبرائيل قال: سمه شبر، يعني حسن. شوفوا، بعدين لم يتعظ أمير المؤمنين، فلما ولد الحسين سماه أيضا حربا، وأيضا نفس القصة. ولما ولد المحسن أو المحسن سماه أيضا حربا، كما يقول. هذا الإعلام شي يريد يوظف؟ يريد يوظف بأن أمير المؤمنين يحب الحرب، الحسين يحب الحرب كأبيه، وهنا الطامة الكبرى. آخر أن الحسين عليه السلام صحيح قام وعنده أقل من 2,000 بأبي وأمي، 80 أو 100 قبال 30,000، لكن العدو كان مفضوح، المجتمع كان يعرف العدو، لكن الإمام الحسن كيف يقابل العدو هذا؟ العدو الإعلام يطبل له. أولا خال المؤمنين، سبحان الله، يعني فقط هو خال المؤمنين، ما هو محمد ابن أبي بكر، ليش ما يصير خال المؤمنين؟ ثاني شيء كاتب وحي، وهذه فرية طبعا، وإنه خليفة المسلمين، وهو الطالب الشرعي للقصاص من دم الخليفة الثالث. زين، تعال فهم هاي الأوادم، من علي ومن الطرف المقابل، من الحسن ومن الطرف المقابل. الإمام الحسن عليه السلام رأى أنه في الصلح أولا يحفظ المسلمين بقية الصفوة الصالحة، يحفظها. اثنين، يقيد الطرف المقابل ببنود، وهو يعلم بأن الطرف المقابل راح يخالف هاي الأمور فيفتضح. ثلاثة، أخذ منه السلطة التشريعية
أربعة أخذ منه عهدا بأن لا يتعرض لشيعة أمير المؤمنين لا بمكة ولا بالمدينة ولا بالبصرة والكوفة، لكن بعد فترة صعد الرجل في النخيلة وقال إني قد أعطيت الحسن بن علي عهودا ومواثيق وكلها تحت قدمي هذا، ثم قال ما قاتلتكم لتصوموا ولا لتحجوا ولا ولا ولا، ولكن قاتلتكم لأتأمر عليكم وقد أعطاني الله ذلك وأنتم له كارهون. ثم قال إن الحسن بن علي رآني أهلا للخلافة فأعطانيها. رد عليه الإمام الحسن قال كذب والله، ما رأيته أهلا للخلافة. الإمام الحسن عليه السلام لو قائم قاتل ذيك الوقت في ذلك الوقت لراح دمه كما يعبرون قتل بارد لا يأخذ أثره الدم. والمجتمع هناك شيء فهمه، يعني بالله عليك الإعلام في ذلك الوقت إيش كان يروج؟ يعني مثلا هو ابن من؟ ابن علي عليه السلام، لما جيء بخبر أو جاء خبر مقتل واستشهاد أمير المؤمنين، المجتمع في الشام وغيرها استغرب، قالوا ما سمعنا عن حربا قائمة أو معركة، قالوا لا لا قتل في محرابه. قالوا عجيب، علي بن أبي طالب يصلي؟ يعني تخيل إلى هذا الدور الإعلام كان معتم، لأن الإعلام كان بيد السلطة الأقوى. يسأل أحدهم هل تعرف أبي تراب؟ قال نعم، حدثني أبي عن أبيه عن جده أن هناك لصا في العراق قال له أبو تراب. الإمام الحسن نفس الشيء بعد الصلح، تدري سليمان بن الصرط وجماعة شي خاطبوا أصحابه، هو هاي البقية الباقية اللي بقوا معاه، خاطبوه يا مذل المؤمنين. الإمام الحسن مذل المؤمنين؟ لا والله، بل أعز المؤمنين. ولولا الإمام الحسن لما جلسنا هنا، ولولا الإمام الحسن لما فجر الحسين ثورته في كربلاء، كان كلهم قتلوا قتلة باردة، فلا يبقى للدين ناع ينعه كما قال. ثم إنه بأبي وأمي رجع وكان جليس داره. يفتك؟ لا يفتك، كان تشن الغارات على الشيعة فترة بعد فترة، حتى تهموه بعدة أشياء وأحاديث، يعني هاي الإمام الحسن أنه مزواج ومطلاق وأنه يطلق ويتزوج، وتزوج أكثر من 60 امرأة، يعني أشياء غريبة. هذا مظلوم كما قلنا من الخاصة ومن العامة.
الإمام الحسن عليه السلام شارك أيضا في كربلاء، لكن شلون؟ بالتحضير. حضر لكربلاء الإعلام في ذلك الوقت لما في الساعات الأخيرة للإمام الحسن لما سقي السم، الإمام الحسن بكى صحيح، لكن أشيع أنه بكى فسأله الحسين: أخي لم تبكي؟ قال: أبكي لأني لا أدري والله أنا في الجنة أم في النار. عجيب كلام رسول الله. أين ذهب الحسن والحسين ريحانتي من الدنيا؟ الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، الجنة كلها شباب، هناك أنبياء، هناك أوصياء، هناك مؤمنين. الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، الحسن والحسين فلذة كبدي. هذا يقول عن الحسن في الجنة أم في النار؟ لكن الحسن صحيح بكى. سأله الحسين: أخي لما تبكي؟ قال: أخي أبا عبد الله، أبكي لأمرين. الأمر الأول لهول المطلع، يعني من خشية الله تعالى. صحيح راح أروح إلى جدي رسول الله، إلى أبي علي، أمي فاطمة، لكن الموت مو سهل، تلاقي الله من خشية الله. هو كان بأبي وأمي يذهب إلى الصلاة ترتعد فرائصه ويصفر وجهه: يا الله. الإمام زين العابدين شي يقول؟ يقول: مالي كلما طال عمري كثرت خطاياي. هذا من هاجي محمد وآل محمد. قال: أبكي لهول المطلع. الشيء الثاني: أبكي لفراق وجهك أبا عبد الله. وجه زينب، أم كلثوم، هاي الوجوه المنيرة، وجه أبي الفاضل، وجه أولادي. ثم قال له الحسين عليه السلام: أخي من سقاك السم؟ آخذ الثأر. قال: أخي دع، إن الذي سقاني السم واحد، لكن لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. يزدلف إليك 30,000 يدعون أنهم من أمة جدي محمد صلى الله عليه وآله، لا أنا لهم الله شفاعة جدي. فالحسن عليه السلام شارك في عاشوراء بالتحضير بأولاده وعياله. أولاده استشهدوا بين يدي الإمام الحسين عليه السلام، نسوته، بناته، مع زينب سبيات من بلد إلى بلد، وأشهرهم من أولاده القاسم بن الحسن. كان عمره لم يبلغ دور الحلم، وكان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وآله، وبأبيه الحسن المجتبى المسموم المظلوم. وكان الحسن عليه السلام دفع إلى القاسم
عودة. قال بني قاسم: إذا ضاقت بك الأرض. وأي يوم بني قاسم سيكون في كربلاء إذا رأيت عمك وحيدا فريدا؟ بني قاسم افتحها واقرأ ما بها. حفظها عند أمه رملة. جاء إلى عمه، أراد الإبن. قال له بني قاسم: كيف ترى الموت؟ قال: يا عم، في نصرتك أحلى من العسل. إسماعيل نبي وابن نبي، يقول لأبي: ستجدني إن شاء الله من الصابرين، والصبر على الشيء المر. لكن الحسن يقول: يا عم، أحلى من العسل. أرجعه إلى أمه. قال بني قاسم: أنت العلامة من أخي الحسن، ارجع لأمك تتسلى بك. قد أوصاني أخي الحسن وأنت العلامة. رجع وإذا به يتذكر تلك الورقة، فتحها وإذا مكتوب: بني قاسم، إذا رأيت عمك الحسين وحيدا فريدا فانصر. جاء يهرول لأبي عبد الله، دفع إليه الورقة، قرأها الحسين، بكى. قال بني قاسم: هلم معي. دخل إلى خيمة الحسن المسموم، خيمة رملة. قال: يا رملة، علي بصندوق الحسن. فتح الصندوق: أريدك الليلة تفتح قلبك لهذا الشاب البرعم الصغير المظلوم، ابن المظلوم. ومتى هذا كان؟ لما جيء بعلي الأكبر مقطعا إربا إربا. جاء إليه، وقف عنده، قال: يا ابن عام، لقد عفت الحياة من بعدك، لا أريد الحياة من بعدك. ثم قصد عمه الحسين عليه السلام. طلع جاسم من الخيمة لابن عمه علي الأكبر. طلع جاسم من الخيمة لابن عمه علي الأكبر. لقاه معفر بدمه وجسمه معفر مطبر. يبقى قعد يمه وجذب ونه وصب الدمع وتحسر. يقل له: ظلت يشني وعمي واقف ومحتار. قصد عمه وقف يمه وصب دمعه على الخده. يقل له: الساعة رخصني، حل موتي يا عم حسين. وحق راسك لزيلا هلا تلتم علي صبيئا، واخذ ثار ابن عمي واريد انا اخذ الثار. اسمع جواب الحسين. نادى حسيئا: يا جاسم، اضل وحدي. ويلي عليك ابا عبد الله. نادانيتكم اضل وحدي، بس انت وابو
فاضي الماء بقى عندي هاي الحرم ملتاع تظل محيرة بعدي روح وداعت الله واحنا بالأثر خطر قال بني قاسم كيف ترى الموت قال يا عم في نصرتك أحلى من العسل ثم دخل إلى خيمة سميت بخيمة الحسن المسموم وجد بها رملة قال يا رملة علي بصندوق الحسن فتح الصندوق وإذا برائحة أخيه الحسن المسموم هاجت أحزان أبي عبد الله أخرج ثوب الحسن بزي الكفن فألبسه للقاسم وأخرج عمامة الحسن فألبسها للقاسم وأخرج سيف الحسن وألبسه للقاسم ثم قال بني قاسم إلي حتى أودعك وتودعني يا بيا ويلي من تلاقى وعند الوداع يا ما درى وما لقى بعد غير الساعة بجا ابني العم والعم والعم لا يا ثم قال بني قاسم ودع أمك لي رملة وزينب وبنات رسول الله لما رأوا القاسم هذه تقبله ذلك تلك تشمه وأما الأم ساعة تحضنه وساعة رثمه لزمة ترجع بسكينة وعمت بحلقة يشمه ومن الخيم مذهولة طلعت تنادي أمه يا ابني يا جاسم يا ابني يا جاسم هالوقت حيلك تضم انا ذاخرتك لهذا اليوم يا هز الرمح والجنة وصاح يا يما انا رايح من غير ما تقلي لي انتي وعمتي زينب من روح خيني يما يما محروم من شم الهوى من دون كل احبابي يما عطش يما عطشان حين الشرب ذكريني يما جبان لا شبتيها يا ام بالله ذكر شبابي واسي الحسن رحم الله دمعتك ثم برز إلى القوم يقول إن تنكروني فأنا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن
هذا حسين كالأسير المرتان بين أناس لا سقوا صب المزين اتبرقع فوق مهره وقال يومي وقال الزان تعلى القوم حومي رفها للرايات وقال قومي عن دربي وصيرت ياه بالبر بعد ما في الكتايب برز لي الأسدية وسف والسيف مخفية ضرب جاسم يا والي وما دربي طاح وصاح يا عم المشكر لما برز القاسم عليه السلام يقول حميد بن مسلم خرج إلينا غلام وجهه كأنه القمر عليه إزار وقميص وفي أذناه درتان وعلى رجليه نعلان قاتلهم قتال الأسد الضروس حتى انقطع شسع نعله اليمنى وأنف ابن النبي الأعظم أن يحتفي بالميدان لا مبال بجمعهم ولا راعة كثرتهم طأطأ ليشد شسع نعله وإذا بعمر بن يزيد الأزدي قال علي آثام العرب إن لم أذكل أمه وعمه يا مولاي يا رسول الله مولاي يا أمير المؤمنين يا فاطمة الزهراء يا أبا محمد الحسن عظم الله لكم الأجر يا صاحب الزمان مر بالغلام فطعنه بخاسرته اليمنى ثم ثنى بخاسرته اليسرى وعلاه بالسيف ففلق هامته رحم الله من نادى وقاسما أيوة مظلوما يا ورملة لما رأى ذلك علامة واليد متحن لدين يبا علامة واليد متحن لدين ومطعون بفاد طعنتين قاتل القاسم حرق قلب أبي عبد الله الوحيد اللي أخذ ثأر الحسين هو القاسم هرع الحسين لما ساقت الريح كلام القاسم يا عم أدركني هرع الحسين إلى جواده قتل قاتل القاسم يقول حميد بن مسلم فمن جلت الغبرة إلا والغلام صريع والحسين جالس عند ذلك الغلام وهو يا مؤمنون يفحص بيديه ورجليه والحسين يقول بني قاسم يعز والله على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا يعينك بني قاسم هذا والله يوم كثر واتره وقل ناصره مع القاسم بجا ونادى يا جاسم اش بيدي
بجا ونادى يا جاسم ايش بيدي يا ريت السيف قبلك حاز وريدي هاني لكم تخلوني وحدي وعلى خيامي يا عمي لقوم تفتر ثم حملوا يا مؤمنون بهيئة الراكي على أن القاسم أطول من الحسين لكن حمله وهو محدودب الظهر حط حسين حط حسين صدر وصبر جزاء يا مشعل لعند الخيام أين وضعه؟ وضعه بجنب علي الأكبر ونام بينهما تارة يصيح ولداه يا قاسم آه يا علي جابه ومدده ما بين أخوته يا بجاب ومدد ما بين اخوته بجاعدهم يا ويلي وهم موته آه آه يا رملة يا زينب بس ما سمعني النسوان صوته جت رملة تصيح الله أكبر جاءت أمه جاءت عمته زينب جلسنا عند يا شبان بللت والنويان تصدعون قلبي في التلوجون يا شبان يا نجوم المخيم يا نجوم شرقت والبحر دائم بالله يا هو الغرب دنسم يا بلش دفوخ عنه يا ام جمرة الحياة مخضر رعوده ما دب شاربه يا الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم شاف مرضانا اقضي حوائجنا من أوصاني بالدعاء اللهم شافي مرضاه واقضي حوائجه اللهم فرج عن ولي أمرك القائم والعدل المنتظر واجعلنا بين يديه من المستشهدين اللهم لا تحرمنا رعايته اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد طرفة عين أبدا ولا تحرمنا خدمتهم لأمواتنا وأمواتكم ومن مات على الإيمان رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.